طبعا انا احب ارحب بحضراتكم واعبر عن سعادتي البالغه ان انا موجود وسط الجروب المحترم واعضاء المحترمين اللي بصراحه بنستفيد من النقاشات العلميه دايما على الجروب ده، وربنا يجازيك خير يا دكتور محمود انت والقائمين على الجروب. يعني طبعا بتوجه في البدايه بخالص الشكر للدكتور محمود والدكتور ماجد والدكتور مصطفى على كريم دعوتهم ليا، طبعا والساده القائمين على الجروب كلهم على كريم دعوتهم ليا بوجودي وسط كوكبه من كبار علماء التغذيه في مصر والوطن العربي. ان شاء الله هتكلم مع حضراتكم النهارده على جزء مهم جدا من التغذيه المرتبطه بالرياضيين، وهو التغذيه المثاليه او البروبر نيوتريشن اثناء فترات ومراحل الاصابه المختلفه للرياضيين. واعتقد ان الجزء ده بالتحديد من اهم الاتجاهات الحديثه والمهمه والمهمله نوعا ما بالفترات اللي احنا بنعيشها حاليا في تغذية الرياضيين وخاصة المحترفين منهم طبعا. وده بسبب ان التغذية ممكن تكون من اهم العوامل الحاسمة بالنسبة لسرعة عودة اللاعب مرة اخرى للملعب، ودي بتفرق جدا مع الاليت اسليتس او البروفيشنال اسليتس، تفرق معاهم كتير جدا دي مع ضمان الوصول لعمليات الهيلينج. ما هو انا مش عايز اسرع العودة للملعب بس والاقي ان ممكن الاصابة ترجع تاني، لا ده انا عايز اوصل لعمليات. اذنك تعمل شير يا دكتور ايمن من فضلك. هعمل شير حالا دلوقتي. طيب. عايز اوصل لعمليات هيلينج سليمه واضمن بنسبه 100% تقليل فرص العوده للاصابه مره اخرى. وده يمكن اللي احنا بنعيشه بقالنا فتره مع التاهيل الصليبي والفتره الزمنيه المناسبه، وهل هو 6 شهور ولا 9 ولا 12. طبعا كتير، ولكن الدراسات الحديثه بتثبت فعلا ان كل ما فتره التاهيل خدت وقتها المناسب عشان يحصل عمليات هيلينج مناسبه، ده بيقلل من فرص التعرض للاصابه مره ثانيه. في الحقيقه حدوث الاصابات عموما بمختلف انواعها ودرجاتها سواء المرتبطه بالسوفت تيشو او المرتبطه بالبونز، هنلاقي ان البروبر نيوتريشن هنا ليها الدور الفعال فعلا في كل مراحل الاصابه، من اول حدوث التروما اول ما الصدمه نفسها بتحصل حتى اخر مرحله من مراحل الريهابليتيشن او مراحل الهيلينج نفسها اللي هي الريموديلينج حتى العوده للملعب. وده بيوضح اهميه ان انا لازم اكون فاهم البروسيس اوف انجري ريبير، ازاي من بدايه الصدمه التروما ما بتحصل ايه اللي بيحصل للعيب بتاعي. وخلي بالكم من حاجه حضراتكم، ان فهمي وادراكي الجيد للاستجابات الفسيولوجيه للتروما او التغيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل في جسمي نتيجه الاصابه او نتيجه الصدمه، هو ده اللي بناء على ادراكنا الجيد للموضوع ده هيتم التدخل بالعناصر الغذائيه المناسبه الاكثر تاثير. وبركز هنا على كلمه الاكثر تاثيرا، يعني المور بينفشل، يعني لازم اكون عارف ان التكامل اي نعم في العناصر الغذائيه ده مهم جدا لتقليل فرص التعرض للاصابات، ولكن عند حدوث الاصابه خلاص انا لازم اكون عندي القدره على التصرف، ازاي اتعامل مع الاصابه في المرحله دي، وايه اهم النيوترينتس اللي ممكن ادعم بيها البرنامج الغذائي للاعب بتاعي عشان اوصل معاه لعمليات هيلينج سليمه زي ما اتفقنا. من خلال دراستنا للتغيرات الفسيولوجيه او الاستجابات الفسيولوجيه للاصابه، لازم اكون مدرك ان كل مرحله من مراحل الاصابه دي بيحصل فيها استجابات معينه، ولازم اكون فاهم ايه اللي جسمي بيبدا يتخذه عشان يكافح الالتهابات اللي بتحصل او ياخد او يدافع عن نفسه نتيجه التروما اللي حصلت. وفهمي لكل مرحله من المراحل دي بناء عليه هقدر اقول لك لا ده انا في المرحله دي هدعم بانتي انفلاميشن، هدعم بانتي اوكسيدنت، هدعم ببروتين، هدعم بكربوهيدرات نوع حي، ازاي احسب الكالوريز اصلا. هنتكلم في ده كله بالتفصيل ان شاء الله. خلينا نبدا مع بعض واحده واحده، ان مع اول مرحله من مراحل الاصابه الانفلاميشن او الالتهاب، والمرحله دي بتبدا من حدوث التروما ممكن تستمر معايا تقريبا ل4 ايام. طبعا ده كل الفترات الزمنيه دي بناء على شده ودرجه الاصابه. واللي بيحصل فعليا ان بعد حدوث التروما بيكون الانجر تيشو او الانسجه المصابه حصل لها حاجه اسمها ديبرايفد من النورمال بلاد فلو المحمل بالاكسجين والنيوترينتس، وبالتالي بالاضافه طبعا للفيزيكال دامج اللي بيحصل نتيجه التروما او الاصابه او الصدمه اللي بتحصل للعيب، ده بيؤدي الى حاجه اسمها سيل ديث او موت الخلايا. وهنا النقطه الفاصله بقى، هنا بيبدا نشاط الجهاز المناعي عن طريق انه بيرسل بعض الكيميكالز او الانفلاماتوري كيميكالز لمكان الاصابه عشان يبدا يعمل لي حاجه اسمها سيلولر ديبري او التخلص من الخلايا التالفه، بالاضافه انه بيحاول يدافع عن نفسه فبيعمل حاجه اسمها اتراكت بلازما عشان يبدا يجذب السوائل
من بلازما الدم محملة بالبلاد بروتينز عشان يبدأ في تكوين خلايا جديدة. بيكون في هنا مجموعة من الأعراض اللي بتصاحب الالتهاب. أنت لازم تكون مدرك تماماً الأعراض اللي بتحصل دي أعراض طبيعية، بس تكون فاهم إن كل عرض ليه أسبابه. فنيجي نبص على أول سيمبتوم بيحصل، البين، الألم، وده بيكون بسبب إن الكيميكالز اللي بيتم إفرازها من الإيميون سيستم كاستجابة من خلال الجهاز المناعي للإنفلاميشنز اللي بتحصل، زي السابستانس بي، الكالسيتونين، الهستامين، السيتوكاينز، بتبدأ يحصل لها حاجة اسمها تنتراكت ويز بين ريسبتور، بتبدأ تتفاعل مع مستقبلات الألم في مكان الإصابة في الانجر تيشو، وبالتالي ده بيسبب الشعور بالألم. بالإضافة إن اللي بيحصل نتيجة الأتراكت بلازما، العملية اللي بتحصل في البداية ده بيبدأ يعمل سويلينج، فبيضغط على النيرف إندينج، وبالتالي برضو بيزود الشعور بالألم. تاني سيمبتوم معايا هنا السويلينج، وده خلاص احنا متفقين بيكون ناتج عن حاجة اسمها الفلويد سيبينج أو تسرب السوائل. وخلي بالكم من حاجة بقى هنا، ان الاوعيه الدمويه المحيطه بمكان الاصابه بيحصل لها تهتك، فنتيجه الدامج تيشو او الاصابه اللي حصلت او التروما اللي حصلت بيحصل تهتك الاوعيه الدمويه في المنطقه دي. والسويلنج هو احد اعراض او تاني عرض من اعراض عمليات الانفلاميشن اللي بيستجيب ليها اللعيب نتيجه حدوث التروما. ثالث عرض السيمبتومز رقم 3 الريدنس او الاحمرار، ولازم اكون هنا فاهم ان في المرحله دي بيبدا الجسم يحاول يتغلب على التهتك في الاوعيه الدمويه او نقص وصول الدم المحمل بالاكسجين والنيوترينتس لمكان الاصابه، فبالتالي بلاقي ان بيحصل حاجه اسمها الفاز دايليشن او اتساع للاوعيه الدمويه، وده بيكون بفعل النيتريك اوكسايد اللي اصله جاي من الارجينين وجاي من مجموعه من الامينو اسيد، برضو بحاول اربط اهو اربط لك الدنيا ببعضها وده هيوضح في الاخر ان شاء الله. اللي بيحصل ان الفاز دايليشن بيبقى للاوعيه الدمويه الابستريم للاصابه، في حين ان الاوعيه الدمويه داخل مكان الاصابه حصل لها تهتك، فبرضه بيحصل سويلنج او تورم، وده بيسبب الاحمرار او زياده ضخ الدم في المنطقه دي في الابستريم، بيبدا يسبب الشعور بالحراره او السخونه ويسبب الاحمرار لمكان الاصابه. عشان ما اخش في تفاصيل كتير فيسيولوجيه، عايز اقول لك على حاجه، ان بدايه حطها في دماغك كده، بداية عمليات الهيلينج من الآخر هو الانفلاميشن، الإحساس بالالتهاب، بداية عمليات الهيلينج. رايمان ممكن تعمل سلايد شو من فضلك؟ هو شغال. لا بحس إن الصورة تكون واضحة شوي. أيوة لحظة تمام يا دكتور، كده واضحة أحسن؟ واضحة كده دكتور؟ تمام تمام يا فندم. تمام. إذا بداية عمليات الهيلينج أو بداية الوصول لمراحل متكاملة من الهيلينج هو الإحساس بالالتهاب، وهنا بيقابلني مشكلة كبيرة جدا، إن without inflammation injuries wouldn't heal، يعني من غير الإحساس بالالتهاب مش هيحصل عمليات هيلينج كاملة، مش هيحصل عمليات recovery أو recuperation أو استشفاء كاملة لمكان الإصابة. والهدف في المرحلة دي واضح قدامنا، ان انا اقدر اتحكم في الالتهابات، اقدر اعمل حاجة اسمها مانج الانفلاميشن قدر المستطاع، خاصة ان اي محاولة للقضاء على الالتهابات سريعا هيعمل لي مشكلة وهيبطئ لي جدا من عمليات الهيلينج. بس انا برضو هيقابلني هنا مشكلة، ان لو تركت الالتهابات من غير التحكم فيها الاكسسيف انفلاميشن لفترة طويلة هتوصلني لمرحلة اسمها الاكسسيف ميكروفاشيز، ودي هتبدا تزود عندي او تخلي جسمي يستمر في حاجه اسمها التيشو ديستراكشن او الاستمرار في تدمير الخلايا. يبقى انا عندي هنا مشكلتين كبار جدا، المشكله الاولانيه ان انا اقدر اتحكم في الالتهاب، وفي نفس الوقت ان انا ما اسيبوش يزيد عشان ما يوصلنيش لمرحله من مراحل التيشو ديستراكشن او الاستمرار في تدمير الخلايا، وبرضه هيعطلني في عمليات الهيلينج. وهنا باكد على حاجه لو سمحتوا، هنا باكد على دور الفيزيشن، يعني الطبيب هنا هو المنوط بيه من الاخر تحديد الجرعات المناسبه من الانتي انفلاماتوري دراجز. كلامه موجه للساده المدربين بالتحديد او اخصائيين الاصابات والتاهيل، لو سمحت ما تحاولش تتعامل مع الدراجز بصوره مباشره او بصوره اساسيه، لانك ممكن بتدخلك ده ممكن تؤدي انك تهد كل عمليات الهيلينج اللي انت بتهدف اصلا انها تحصل للاعب بعد حدوث الاصابه. دي المرحله الاولى الانفلاميشن اللي كانت بتبدا معايا من بعد حدوث التروما، ممكن تستمر معايا لمده 4 أيام، ليها مجموعة من الأعراض، ليها أسبابها. الهدف الأساسي هنا إن أنا أبدأ أعمل مانج إنفلاميشن، أتحكم في الالتهابات بتاعتي، أبدأ أعمل سبورت الإيميون فانكشن، أبدأ أدعم الجهاز المناعي عشان يبدأ يفرز الإنفلاماتوري كيميكالز اللي تبدأ تحسن معايا أو تسرع معايا من عمليات السيلولار ديبري وتبدأ تكون عندي خلايا جديدة.
المرحله الثانيه من مراحل الاصابه البروليفريشن او مرحله التبديل، ودي مهمه جدا بالنسبه لنا. خلي بالك ان جزء كبير جدا من التدخل بالنيوتريشن في المرحله دي بيبقى بيعتمد بصوره كبيره جدا على فهمك ايه اللي بيحصل في المرحله دي. اول حاجه المرحله تستمر معايا ممكن من اليوم الرابع، ممكن تستمر لثلاث اسابيع، وده خلي بالكم بناء برضو على شده ودرجه الاصابه. المرحله دي بتبدا بعد ان انا خلاص اتحكمت في الالتهابات في الانفلاميشن، وبدات معظم الانسجه المصابه بيكون تم ازالتها ويتم تجديد اوعيه دمويه جديده، ويبدا الامداد الدموي في المرحله دي بقى المحمل بالاكسجين بالنيوترينتس دوره في تكوين حاجه اسمها الفايبروبلاست، ويجي هنا دور الكولاجين بالتحديد في تكوين حاجه اسمها السكار تيشو. السكار تيشو دي خلي بالك في المرحله الثالثه بقى هي اللي هتبدا تتحول معايا للخلايا اللي تبدا تاخد شكل الخلايا قبل الاصابه او قبل ما يحصل التروما داخل مكان الاصابه. المرحله الثالثه او الريموديلنج تبدا بعد ثلاث اسابيع وممكن تستمر الى شهور برضه بناء على درجه وشده الاصابه. هنا بيبدا الكولاجين اللي تم تكوينه في المرحله الاولى اللي هو كان تايب 2 يبدا يتحول لتايب 1 وهو النوع الاقوى، وتبدا الخلايا تاخد الشكل الطبيعي للخلايا قبل الاصابه. وبناكد هنا على اخصائيين التاهيل البدني، لو سمحت لو سمحت وانت شغال في عمليه الريهابيليتيشن، شغال في عمليه التاهيل واستخدامك للتمرينات العلاجيه، لازم تكون فاهم ان الخلايا لسه ما وصلتش الا اكتر من 80% من قوتها، وده مهم جدا عشان اقدر اقنن او اعمل عمليه تقنين لنوع التمرينات او شده التمرينات اللي هبدا ادخلها في مرحله التاهيل عشان انزل اللعيب بتاعي تاني للملعب. مهم جدا بقى نفهم ده، طبعا الشكل ده بيوضح كل الاستجابات الفسيولوجيه من بدايه حدوث الاصابه او التروما، من اول ما بيحصل استجابه للجهاز المناعي والانفلاميشن، ويبدا تدخل الجهاز السنترال نيرفس سيستم، يبدا تدخل الاندوكراين سيستم الجهاز الهرموني، ويبدا بعد كده يحصل اوصل لاخر مرحله من مراحل الاصابه ريموديلنج اللي هيعقبها على طول النزول او الدخول في فترات التاهيل واستخدام التمرينات العلاجيه عشان ابدا ارجع اللعيب بتاعي الملعب بسرعه. الشكل ده برضو بيوضح نموذج كده لايه اللي بيحصل للمصل لما بيحصل فيها تهتكات او بيحصل فيها اصابات مختلفه، يبدا يحصل بعد كده التهابات، يبدا يحصل استجابه للايمين سيستم، يبدا يفرز الانفلاماتوري كيميكالز بتاعته، يبدا يدعم بعد كده الهرمونز الجي اتش الانسولين، تبدا تعليلي عامل مهم جدا من اهم عوامل النمو الاي جي اف 1 اللي يبدا يساعد في عمليات الماسل ريجنريشن او البروليفريشن تجديد الخلايا، وتبدا تاخد الشكل الطبيعي بتاعها خلال فترات التاهيل. عايز بس اوضح حاجه صغيره هنا ان هاو لونج يعني الـ 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 الاصابات انواعها المختلفه بتاخد وقت معايا قد ايه. فعندنا مثل كده شائع في وسط الرياضيين عموما بيقول لك ايه، كسر عظمه ولا قطع رباط، كسر عظمه ولا قطع رباط. ليه؟ لان الاصابات المرتبطه بالبون فراكشر او الماينور ماسل انجري البلاد فلو او وصول الدم المحمل بالاكسجين والنيوترينتس لا بيكون بمنتهى السهوله او اكتر او اسهل من الاصابات المرتبطه بالتندن او الليجامنت، عشان كده بتاخد وقت مني اكبر. بس لازم اكون انا مدرك لو انا شغال اخصائي تغذيه رياضيه مع لعيب عنده اصابه، اكون فاهم ان في فاكتورز في عوامل معينه ممكن تاثر على عمليات الهيلينج للاصابه، زي على سبيل المثال الاميون سيستم، وده هو حائط الدفاع الاول، هو ده رقم واحد بالنسبه لي اللي لازم اكون مدرك تماما ان كل ما عملت اكتيفيشن الاميون سيستم فانكشن، ان انا ابدا ادعم الجهاز المناعي واستجابته للالتهابات، ده هيبدا يقلل عندي بسرعه او يسرع عندي فتره عمليه الهيلينج قصدي او عمليه الريكفري لمكان الاصابه، بالاضافه انه بيبدا ساعتها يبدا يدخل عوامل معينه في تكوين الخلايا الجديده. الجزء الثاني اللي خلي بالي منه السيلف كير، وهنا عايز اقول حاجه واحده بس، اقول ان الهيلثي فود الجنرال هيلث الصحه العامه الثقافه الغذائيه الثقافه الصحيه للعيب بتاعي، لازم اكون انا عندي قدره ان اوصل المعلومات للعيب بتاعي او لولي الامر لو اللعيب بتاعي لسه صغير في السن، اعرفه ان اقل حاجه ممكن تعملها او اعتقادك ان انت جاهل بالموضوع ده ممكن تقلل معايا او تبطئ معايا من سرعه عمليات الهيلينج بصوره كبيره جدا. طبعا البعد التكامل في العناصر الغذائيه، البعد عن الفاست فود، التدخين، عوامل اللي ممكن تسبب لي الاكسده في ستريس او ضغوط الاكسده اللي ممكن تدعم بالفري راديكالز اللي ممكن تسرع من عمليات السيلير ديستراكشن او انها تبدا تدمر عندي الخلايا وتبطئ عندي من عمليات الهيلينج. مهم جدا هنا لحضراتكم واحنا كشغالين كاخصائيين تغذيه للرياضيين، حاول تكون
توصل للعميل بتاعك المعلومه اللي بتقول له انت المصداقيه بتاعتك معايا هي رقم واحد في تحقيق نتائج. مش شرط ان انا هعمل لك الدايت وهديهولك وانت هتبدا تعتقد انك لما تقلل السعرات او تعتقد انك لما تعمل سكيب لوجبات انك كده بتوصل للهدف بتاعك. فاعتقد ان لازم يكون العميل مدرك ان نجاحي في البرنامج اللي انا عامله يعتمد على المتابعه ويعتمد على مصداقيتك عشان اقدر احكم هو البرنامج سليم ولا مش سليم. طبعا النوم ودوره وعلاقته بالجي اتش او بالجروس هرمون, ولازم اكون مدرك تماما ان الجي اتش او هيومن جروس هرمون بيساعدني في انتاج كرات الدم البيضاء اللي بتبدا تدعم من وظائف الجهاز المناعي. بالاضافه برضو ان انا في المرحله دي الجي اتش هو مسؤول مسؤوليه كامله عن طريق الليفر انه يبدا يحفز لي الاي جي اف 1 اللي بيستخدم في عمليات كعامل نمو او عمليات اعاده تجديد الالياف العضليه المتهتكه. فلازم اكون مدرك تماما واكون عارف ان جوده النوم, مرحله الديب سليب, الحاجات دي كلها اكيد حضراتكم على علم او اوير بيها. الرقم 4 الاسترس, وده بنقابله كتير جدا مع اللعيبه البروفيشنال بالتحديد, اللعيبه المستويات العليا الهاي بيرفورمانس, الناس اللي بتلعب في المنتخبات, الناس اللي مرتبطه ببطولات دوليه. انا عايز بس اقول حاجه هنا صغيره عشان الامور تبقى واضحه. انا عارف ان في ديبيتس كتير وفي خلاف كتير جدا بين الناس في فهم الرياضه. انا بس عايز اوضح حاجه. الرياضه يا جماعه عندنا بنقسمها لحاجتين, حاجه اسمها الكومبيتيتيف سبورت, رياضات تنافسيه, وحاجه اسمها سبورتس فور لايف. الاهداف مختلفه طبعا, البيزكس واحده, البيزكس بتاعت النيوتريشن واحده, ولكن الاهداف بتختلف. فاذا كنت انت مدرك تماما للتعامل مع الاثليتس او الناس اللي بيلعبوا الكومبيتيتيف سبورت, الرياضات التنافسيه, لازم تكون مدرك تماما ان دول لهم طريقه معينه للشغل بتاعهم. في جزء تاني مرتبط السبورتس فور لايف, الناس اللي بيروحوا الجيم, الناس اللي بيلعبوا فيتنس, البادي بيلدرز, الناس دي ليها اهداف مختلفه. وبناء على فهمي وادراكي للاهداف دي انا بس بدعو حضراتكم لدراسه التدريب نفسه, الانرجي سيستم تريننج, نظم انتاج الطاقه اثناء التدريب. نوع التدريب نفسه بيفرق معايا في نوع الاكل اللي جسمي هيختاره او اللي جسمي محتاجه. يعني هتمرن كارديو, طب الكارديو ده هاي انتنسيتي ولا مودريت انتنسيتي, هتمرن ريزيستنس, هتمرن فور هايبر تيرفي, عايز ازود حجم المصل, الموضوع مختلف شويه. فلو كنا بنتكلم احنا دلوقتي على النيوتريشن فور اثليتس او الرياضيين الكومبيتيتيف سبورت, فلازم نكون فاهمين ان الكومبيتيتيف سبورت مش كلها كويسه. يعني الضغوط البدنيه اللي بتتحقق او بتقع على اللعيب بتاعي مش كلها هتبدا تطور معايا الحاله الصحيه زي ما الناس متخيله. في دراسات كتير بتؤكد ان فترات ارتفاع الاحمال التدريبيه قبل المنافسات مباشره, غصب عني المدرب لازم يطلع بالفورمه, يطلع بالحمل التدريبي عشان يوصل للفورمه الرياضيه قبل المنافسه. ضغوط الاكسده او الاوكسيديتيف ستريس اللي بتحصل في المرحله دي بتبدا تاثر عليا بالسلب على الايميون سيستم, على الجهاز المناعي. لازم اكون عندي ادراك تام اتدخل بايه في الفتره دي, مش هينفع اوقف المدرب عن شغله. لازم اكون عندي قدره ان انا افرق ما بين حاجه اسمها الماسل فاتيج والديليد اونست ماسل سورنس, وافرق بين الماسل دامج, واعرف ان الثلاثه مترتبين على بعض. لو ما قدرتش احقق التكامل او التدخل او النيوترينت تايمينج بالعناصر الغذائيه في التوقيت المناسب هيحصل عندي مشكله. لحد هنا وخلاص احنا اتكلمنا في المراحل المختلفه للاصابه, ايه اللي بيحصل في مرحله الانفلاميشن, ايه اللي بيحصل في مرحله البروليفريشن, ايه اللي بيحصل في مرحله الريموديلنج, وايه الاستجابات الفسيولوجيه, ودوري هنا كاخصائي تغذيه, وهبدا ادعم بقى ادخل العناصر الغذائيه ابدا ازاي. لازم نكون مدركين تماما ان اهميه التغذيه للرياضيين بتيجي اصلا من التكامل في العناصر الغذائيه والتباع الرياضي البرنامج الغذائي متوازن من حيث احتياجاته للطاقه. ده رقم واحد, احتياجاته للطاقه, نسب مساهمه الماكروز والمايكروز, نسبه مساهمه الكربوهيدرات, البروتين, الفات, قد ايه كارب, قد ايه بروتين, قد ايه فات, المايكروز, المينرالز, الفيتامينز. وده هو احد اهم الاسباب اللي بتميزني انا عن غيري, ان انا ببدا اقلل فرص التعرض للاصابات مع اللعيب بتاعي او مع اللي بيتابع معايا. لكن مع حدوث الاصابه اول مشكله هتقابلني هنا حاجه واحده بس, الانرجي مانجمنت. ازاي اوفر الطاقه للعيب بتاعي اللي تضمن ان اوفر له كميات مناسبه من الطاقه تحقق عندي عمليات هيلينج مناسبه. لسه ما اتكلمتش في النيوترينتس نفسها, وهنا باكد على النيوترينت دينستي مش الكالوري دينستي, عشان في ناس كتير رابطه بين الاثنين, وانا هنا بحاول اوصلها اكتر للناس. بقول هو انت هدفك طبعا مع الناس اللي بتلوس فات,
هو انت هدفك هنا تحرق كالوريز بس، تفقد سعرات بس، ولا هدفك ان الكالوريز دي تكون جايه من الدهون؟ وبناء على كده لو فهمت حاجه زي كده هقدر اوصل للهدف بتاعي بمنتهى السهوله من خلال التدريب الرياضي. يبقى اول مشكله هتقابلني هنا مع اللعيب الانرجي مانجمنت، اذا كان اللاعب كان بيحصل على كميه كبيره من الطاقه عشان تناسب الفيزيكال اكتيفيتي او النشاط البدني المرتبط بالبرنامج التدريبي بتاعه، وهنا باكد انك لازم تكون تواصل مع المدرب عشان تقدر تفهم المرحله اللي اللعيب ماشي فيها، اللي هي اعداد عام، اعداد خاص، قبل منافسات، تبقى فاهم الشدات هنا ظروفها ايه، الشدات هنا او البرنامج التدريبي بتاعه بيهتم بايه، وابدا ازود بروتين، ازود دهون، ازود كربوهيدرات بناء على فهمي وادراكي للمرحله اللي لعبت فيها. طيب فجاه بعد ما كان اللعيب بيحصل على كميه كبيره من السعرات نتيجه ان الفيزيكال اكتيفيتي بتاعته عنده عاليه، وساعات بنلاقي نفسنا بنضرب في كوفيشنت او فيزيكال اكتيفيتي فاكتور ممكن يعدي 1.9 2.5، خلي بالك ممكن يوصل في بعض اللعيبه، بعض الابطال من لعيبه الويت ليفتنج ممكن يوصل الكالوريز بتاعته على مدار اليوم لخمس وست وسبع آلاف كالوري. ممكن تلاقي عندنا حاله شهيره جدا مايكل فيليبس اسطوره السباحه كان بياخد في اليوم 12500 كالوري، فانا بتكلم في ارقام كبيره، لازم اكون مدرك هوزع هعمل الترين تايمينج او هوزع الطاقه بتاعتي على مدار اليوم ازاي. فجاه بتيجي تبص تلاقي اللعيب بتاعك حصل له اصابه، خلاص بامر الطبيب هيقعد مش هيتحرك نتيجه، وتخيل معايا لو في بقى تدخل جراحي مثلا لمكان الاصابه. ف في المرحله دي لو انا سبت اللعيب بتاعي يحصل على كامل السعرات الحراريه بتاعته اللي كان بياخدها قبل كده هيقابلني هنا مشكله كبيره جدا، وزنه هيزيد وبالتحديد كتله الدهون. ولو سبت الموضوع بالطريقه دي اعتقادا مني ان انا بوفر له كميات الطاقه المناسبه لعمليات الهيلينج، صدقني هتيجي في مرحله التاهيل هتلاقي اللعيب بتاعك وزنه زاد، الفاتس عنده زادت، الفات ماس عنده زاد، هنيجي نبص اللعيب ينزل الملعب وزنه زايد على في ضغط في بريشر على مكان الاصابه، خلاص ممكن يرجع تاني بمنتهى السهوله. ولاقي نفسي داخل في مشكله ثانيه عايز اخسسه وعايز اقلله الدهون في جسمه. فمن البدايه التخطيط والتنظيم للموضوع ده يكون مهم جدا. المشكله الثانيه ان اللعيبه المحترفه في المستويات العاليه بالذات لما يكون لعيب وليه ثمن ووجوده في الملعب بفلوس، فبعده عن الملعب في الفتره دي بيأثر على الحاله النفسيه تأثير سلبي للغايه. والتأثير السلبي ده النفسي السلبي ده بيقابله تأثيرات فسيولوجيه معينه ممكن تأثر معايا من او تقلل معايا من عمليات الهيلينج. بس مهم جدا اكون مدرك ان العامل النفسي في المرحله دي وتقليل النشاط البدني اللي يكاد يكون بيتوقف بيقلل الشهيه، وبالتالي هيؤدي لعدم حصول اللعيب بتاعي على القدر الكافي من الطاقه اللازمه لعمليات الهيلينج، وده هيؤدي في مرحله من المراحل انه يفقد جزء كبير جدا من المصل ماس. طيب عشان اتغلب على المشكله دي لازم اكون مدرك تماما ان عمليات الهيلينج نفسها، عمليات الاستشفاء ريكفري ريكبريشن لمكان الاصابه، لازم تكون مدرك انها جزء لا يتجزا من البي ام ار البيزل ميتابوليك ريت، من ضمن العمليات الحيويه الاساسيه داخل جسم الانسان. وبناء عليه طريقة الحساب منتهى السهولة، بحسب البي ام ار بضربه في الفيزيكال اكتيفيتي فاكتور اللي هو يقابل السيدنتري شخص ما بيتحركش 1.2، بيطلع لي رقم بناء على شدة الإصابة ودرجة الإصابة أبدأ أزود على الرقم ده من 15 إلى 50% من 15 إلى 50% من توتال الرقم اللي طلع لي عشان أضمن عمليات هيلينج سليمة، أضمن إن أنا وفرت للعيب بتاعي كميات من الطاقة تتناسب مع عمليات الهيلينج، وفي نفس الوقت ما زودتش عليه كميات الكالوري اللي ممكن توصل معايا في مرحله من المراحل انها تسبب له زياده في الوزن او زياده في نسبه الدهون داخل في الجسم. طيب تاني مشكله هتقابلني هنا لازم اخلي بالي منها، لو حصل تدخل جراحي لازم اكون مدرك تماما ان السايد افكتس للتدخل الجراحي لازم اتعامل معاها ازاي. زي مثلا ممكن ينتج عنها بعض الاعراض الجانبيه عن التدخلات الجراحيه مثلا للعيبه زي الكونستيبيشن الامساك، ممكن المضادات الحيويه الكتير اللي بتتم وصفها بعد التدخل الجراحي دي ممكن تاثر معايا على الجات هيلث. عشان كده مهم جدا ادعم البرنامج الغذائي بتاعي بالالياف بالفايبرز بالخضروات بالفاكهه بالكومبلكس كربوهيدراتس، لان هنا ممكن برضه لازم اخد بالي من اضافه البروبيوتكس الاسينشال تو جات هيلث دي مهمه جدا. البريبيوتيك زي السيمي دايجستبل فايبرز وتفيد هيلثي بكتيريا ده مهم جدا اراعي حاجه زي كده، ان لو اللعيب بتاعي عنده تدخل
عنده خلاص الاصابه لازم يحصل تدخل جراحي، لازم يكون مدرك تماما اتعامل مع الاثار الجانبيه ازاي، زي الكونستيبيشن او المضادات الحيويه الكتير اللي ممكن تاثر عليا او تاثر على عمليه الهيلينج داخل الجسم. طيب ثاني حاجه ودي مهمه جدا واسمحوا لي نتكلم معاها فيها معاكم فيها بالتفصيل، يعني الكنترول انفلاميشن، وده اللي انا قصدت اقول لك في بدايه الشرح او في بدايه الدخول للموضوع بتاعنا، ان خلي بالكم يا جماعه بدايه عمليات الهيلينج هي شعور جسمي بالالتهاب، شعور جسمي بالانفلاميشن. وباكد هنا ان دور الفيزيشن هنا هو المنوط بتحديد الانتي انفلاماتوري دراجز او جرعات المناسبه من مضادات الالتهاب عشان اقدر اعمل مانجمنت على الانفلاميشن اللي بيحصل. وبرده بعض التوصيات بتقول ان بلاش نصرف او بلاش نخلي المصاب او اللعيب المصاب ياخد كميات كبيره من مضادات الالتهاب في اول 24 ساعه عشان ادي فرصه لجسمي للاحساس بالالتهاب ويبدا الايميون سيستم اكتيفيتي او الايميون سيستم فانكشن تقوم بوظيفتها الاساسيه في مكافحه الالتهابات دي. لو هتكلم على الكنترول انفلاميشن من خلال نيوتريشن او البروبر نيوتريشن، هنا هتكلم معاك في الدهون الصحيه، وركز معاك في الحته دي انها مهمه جدا. ركز على الدهون الصحيه كانتي انفلاماتوري طبيعيه، مضادات التهابات طبيعيه، وابعد تماما على الترانس فات، وده معناه تجنب كل اشكال فاست فود. ودي الثقافه بتاعت اللعيب بتاعي، ان مش عشان ريحت مش بتمارس انك ترجع تروح تدخل ان هيلث فود، تدخل فاست فود جانك فود نوعيه معينه من الفات زي الترانس فات، ده هيبدا يقلل معايا على المدى الطويل من عمليات الهيلينج ويبطئها، وفي نفس التوقيت هيبطئ او هيقلل من سرعه عودتك للملعب، وده ياثر على مستقبلك. طيب يبقى لازم بكل الاشكال تتجنب كل انواع الفاست فود وتتجنب كل انواع الترانس فات. الترانس فات هنا خلي بالكم مع ساتوريتد فاتس مع الاوميجا 6 تبدا تشتغل معايا كبرو انفلاماتوري، واللي هتوصلني في مرحله من مراحل الاكسسيف انفلاميشن اللي انا حذرتك منها في المرحله الاولى في بدايه شرح الانفلاميشن كمرحله اولى للاصابه. ان خلي بالك ان انت ممكن تكون شغال جسمك شغال في اتجاه وانت شغال في اتجاه ثاني، يبقى لازم ادعم بيه الانتي انفلاماتوري الطبيعيه اللي موجوده في العناصر الغذائيه او في الدهون الصحيه، وابعد تماما على الترانس فات اللي بتشتغل كبرو انفلاماتوري واللي هتوصلني في مرحله من مراحل الاكسسيف انفلاميشن واللي حذرنا منها في البدايه زي ما قلنا قبل كده، وهتسبب لي حاجه اسمها اكسسيف ماكروفاجز اللي هتبدا بالتالي تزود معايا من التيشو ديستراكشن وتبطئ عندي عمليات الهيلينج. طيب كمان مهم جدا اراعي التوازن بالنسب مساهمه الاحماض الدهنيه نفسها. إذا كان عندي الساتوريتد فاتس والمونو انساتوريتد فاتس والبولي انساتوريتد فاتس، لازم أكون فاهم إن المونو انساتوريتد فاتس والبولي انساتوريتد فاتس بتشتغل معايا كأنتي انفلاميشن، ومراعاة إن النسب العالية من الساتوريتد فاتس لازم أركز في دي، النسب العالية من الساتوريتد فاتس والأوميجا 6 هتعمل معايا كبرو انفلاماتوري، بينما إن المونو والبولي انساتوريتد فاتس والأوميجا 3 هتشتغل معايا كأنتي انفلاميشن أو أنتي انفلاماتوري. وفي هنا نقطتين مهمين جدا ناخد بالنا منهم. أول حاجة نسبة الأوميجا 6. نسبة الأوميجا 6 للأوميجا 3 لازم تكون بنسبة 3 إلى 1 أو 1 إلى 1. طب ليه؟ دراسات كتير وحديثة بتؤكد إن زيادة الأوميجا 6 بتؤدي إلى تقليل تكوين الكولاجين، تقليل تكوين وإنتاج الكولاجين خلال مرحلة البروليفريشن والريموديلنج. عشان كده لازم أقلل قدر المستطاع من استخدام الفيجيتابل أويلز اللي بيزيد فيها نسبة الأوميجا 6 بكميات كبيرة. في المرحلة دي ممكن الاستعانة طبعا بالمكملات الغذائية، وبالذات مع الهاي برفورمانس اثليت او اللعيبة المستويات العالية اللي الثانية معاهم بتفرق او التوقيت معاهم بيفرق في العودة للملعب، تحتوي على فيش اويلز بنسبة من 3 ل 9 جرام يوميا خلال مراحل الإصابة. مهم جدا اعمل مانجمنت على الانفلاميشن او على الالتهابات في المرحلة دي من خلال التدخل بالعناصر الغذائية زي الدهون الصحية، والبعد تماما على الترانس فات، ابدا اقلل من نسبه مساهمه الساتوريتد فاتس داخل البرنامج الغذائي بتاعي، توتال الدهون احاول احجمها اخليها ثلث كميه الدهون على الاقل، ما تزيدش عن 10 15% من توتال الفاتس اليوميه، ابدا اتحكم في النسبه او الجرعات بتاعه الاوميجا 6 الى الاوميجا 3 عشان اضمن عمليات تكوين مثاليه للكولاجين في بدايه مراحل البروليفريشن ومرحله الريموديلنج عشان ابدا احقق نتيجة سريعة أو نتيجة أزود أو أسرع من عمليات الهيلينج خلال مرحلة الإصابة. رابع نقطة في غاية الأهمية ودي فيها ديبيتس كتير وفيها نقاشات كتير عايز أتكلم فيها بمنتهى الاستفاضة عشان خاطر بس الأمور تبقى واضحة. أول حاجة حاجة اسمها باتل أنابوليك ريزيستنس وذ بروتين. هل زيادة البروتين مضرة؟
هل زياده البروتين فيها مشكله؟ طبعا الناس بتفهم كلمه زياده البروتين دي في المطلق، انا طبعا ما بتكلمش في الحته دي اطلاقا، انا بقول ان زياده البروتين في المرحله دي في نطاق الافرج المسموح به بناء على متغيرات كتير جدا، ميل في ميل، نوع الرياضه اللي بيمارسها، هل الرياضه بتاعته هاي انتنسيتي ريزيستنس ولا ريزيستنس تريننج ولا لو انتنسيتي مودريت انتنسيتي، ولا هو لعيب كارديو لعيب ماراثون على سبيل المثال. نسبه مساهمه البروتين والدهون بعد الكربوهيدرات كعنصر اساسي لانتاج الطاقه هي بتفرق معايا حسب نوع الرياضه نفسها. زياده نسبه البروتين اليوميه ومراعاه التكامل في الاحماض الامينيه الامينو اسيد الاسينشال والنون اسينشال شيء في غايه الاهميه. لازم اراعي هنا نسبه البروتين تتراوح ما بين 1.5 جرام ل 2.5 جرام لكل كيلو جرام. طبعا النسبه دي مش ثابته، مش هي دي النهائيه، ولكن بتختلف من لاعب للتاني، بتختلف من شده اصابه للتانيه، ولكن ده الافرج اللي مسموح به في الفتره دي من 1.5 جرام الى 2.5 جرام. التكامل في الاحماض الامينيه رقم واحد الاسينشال والنون اسينشال. غالبا احنا بننصح الناس في البرنامج الغذائي نسبه البروتين الحيواني بتكون 60% الى 40% بروتين نباتي. في المرحله دي انا بحاول ازود شويه البروتين الحيواني، اعلى شويه من البروتين النباتي، اوصلهم لل 80 ل 20%، وده مهم جدا بالنسبه لي في المرحله دي. طيب الحته دي برضو مهمه، خلي بالكم ان زياده البروتين مش في المطلق، زياده البروتين في النطاق المتوسط المسموح به هتحقق لي مجموعه من الفوائد. لو سمحتوا خلينا واضحين في الحته دي، ان خلاص الموضوع الدراسات بتثبت كل يوم حاجه جديده، فعشان كده هتلاقي اغلب كل برامج اللو كارب على سبيل المثال او كل برامج اللي بتستهدف اللوز فات لازم تكون هاي بروتين برضو في نطاق الافرج المسموح بالنسبه للشخص بناء على المرحله السنيه بتاعته، بناء على نوع الرياضه اللي بيمارسها. اول حاجه هتحصل لي من زياده البروتين او اول فائده الجسم هيستفيد بيها من زياده البروتين في المرحله دي، البروتين سينسز عمليات تخليق البروتين هتزيد، وده مهم جدا بالنسبه لي بالذات في المرحله الثانيه والثالثه، مرحله البروليفريشن ومرحله الريموديلنج. لازم اركز تماما او اكون مدرك تماما ان زياده البروتين في المرحله دي هيحقق معايا زياده عمليات تخليق البروتين اللي هتوصلني لعمليات هيلينج او تتزامن مع عمليات تكوين الكولاجين والسكار تيشو اللي هيبدا يتحول بعد كده للكولاجين تايب 1 اللي هيبدا يخليني الخلايا تبدا تاخد الشكل النهائي للخلايا قبل مرحله الاصابه. تاني حاجه جسمي هيستفيدها من زياده البروتين، مشكله اساسيه بتقابلنا ان لما حد بيمشي على برنامج لو كارب او برنامج هدفه الاساسي انه يلوز فات بيلوز مصر، بيفقد جزء من الكتله العضليه. في حين ان الحل بالنسبه لي سهل جدا، ايه؟ زياده البروتين هتوصلني لحاجه اسمها ان البوزيتيف نيتروجين بالانس او التوازن النيتروجين الايجابي، وده هيقلل معايا من ايه بقى؟ هيقلل معايا من الماس بروتين بريك داون، هيقلل معايا من عمليات تكسير البروتين او هدم البروتين داخل الجسم، وبالتالي ابقى انا كده وصلت لان انا قدرت اعمل مينتين للماسل ماس، قدرت اعمل مينتين للماسل ماس في الفتره دي وحافظت على الكتله العضليه وما فقدتش اي جزء منها، وبرضه ساعدت في عمليات تكوين او تخليق البروتين داخل مكان الاصابه. طيب الميزه الثالثه لزياده البروتين ان البروتين كعنصر غذائي بيتميز انه من اكثر العناصر الغذائيه هاي سيراميك افكت، انه التاثير الحراري بتاعه داخل الجسم عالي، وبالتالي بشكل من الاشكال هيرفع معايا الميتابوليزم وهيقلل معايا من تراكم الدهون. ويمكن ده اللي بتثبته الدراسات الحديثه لزياده البروتين خاصه في مراحل انقاص الدهون. حابب اتكلم في الحته دي بالتحديد عشان في ديبيتس كتير فيها، من خلال التوازن النيتروجيني الايجابي والتاثير الحراري هوصل ان جسمي يبدا يحافظ على الماسل ماس، اعمل مينتين الماسل ماس، وفي نفس الوقت السيراميك افكت بتاع البروتين عالي فيبدا يرفع معايا من عمليه الميتابوليزم، يبدا يزود معايا او يقلل معايا من تراكم الدهون داخل الجسم. وفي نفس التوقيت عايز برضو الفت نظر حضراتكم لحاجه، ان ال لازم افهم ان جسمي بيتعامل مع الاكل بطريقتين. لو فهمت الطريقتين دول خلاص انت قدرت تمسك كل مفاتيح اللعبه وتتعامل من خلالها. اول حاجه ان جسمي بيتعامل مع الاكل بالكالوري بالسعرات، ده رقم واحد، ودي اسهل جزء في كل عمليات التغذيه اللي اتعلمناها، اسهل جزء ان احسب الكالوري. لو سمحت ما تضيعش وقتك في الموضوع ده كتير، لان العمليه كلها عمليه بريدكت، تنبؤ، بتتوقع كميه سعرات معينه بتضربها في فيزيكال اكتيفيتي فاكتور، بتبدا تعمل البرنامج بناء على مواصفات معينه في دماغك نتيجه ان انت درست مجموعه كبيره من الانظمه الغذائيه، بتحاول تستفيد من كل نظام على حده، تاخد مميزاته وتبعد عن عيوبه.
عشان ما توصلش لمرحله البلاتو في الاخر. وانا هنا بتكلم على الاصحاء، بتكلم على الناس السليمه، مش بتكلم في جزء مرتبط بالكلينيكال اطلاقا. المهم في المرحله دي لازم افهم ان الشق الثاني من تعامل اجسامنا مع الاكل بيرتبط ب ان النيوترينتس نفسها بتتحكم في هرمونز معينه في جسمي، في هرمونات معينه في جسمي، انزيمز معينه في جسمي. فلازم اكون مدرك العلاقه ما بين النيوترينتس دي وما بين قدره جسمي على الاستجابه ليها من خلال الهرمون البالانس او التوازن الهرموني داخل الجسم. لو قدرت افهم النقطتين دول بالتحديد صدقني هتقدر تحقق الهدف بتاعك بمنتهى السهوله. هل ممكن في المرحله دي استعين بالمكملات الغذائيه اللي بتحتوي على البروتين؟ خلينا نشوف ايه اللي ممكن استعين بيه وليه. اولا لازم اكون مدرك تماما ان عندي اسينشال امينو اسيد في غايه الاهميه اسمه اللايسين، ودوره مهم جدا لانه بيقوم بحوالي 60 الى 70% من عمليات تخليق البروتين داخل الجسم. كل عمليات البروتين سينسز داخل المصل بيشارك فيها اللايسين كامينو اسيد او كحمض اميني اساسي. طيب نيجي نبص على امينو اسيد ثاني، الارجينين. الارجينين مهم جدا لانه هيوصلني في مرحله من مراحل للنيتريك اوكسايد اللي هيبدا يعمل عندي عمليه الفيزو دايليشن او يوسع معايا الاوعيه الدمويه ويزود ضخ الدم المحمل بالاكسجين والنيوترينتس في المرحله دي، وخصوصا في مرحله البروليفريشن اللي هتساعدني في تكوين الفايبر بلاست والسكار تيشو عن طريق الكولاجين داخل مكان الاصابه او داخل مكان التهتك. فممكن استعين باللايسين كامينو اسيد، ممكن استعين بالارجينين كامينو اسيد كسبلمنت، قدرت ادخلهم من خلال الاكل مفيش مشاكل، ما قدرتش لازم ادعم بسبلمنت خصوصا مع البروفيشنال او الهاي بيرفورمانس اثليت في المرحله دي ما عنديش مشكله اطلاقا. ولكن لازم اكون مدرك حاجه ان طبعا الدكتور ماجد هيتكلم معاكم في الموضوع بمنتهى الاستفاضه، ولكن التحميل بالمكملات تحميل زمن يا جماعه، تحميل زمني مش تحميل كمي. يعني ما حته ان انا هاخد البروتين امتى، هاخده كم مره، هاخد الكرياتين همشي عليه على طول الوقت، الموضوع تحميل زمني. انا بفضل ان اي سبلمنت يتاخد في سايكل احقق الهدف بتاعي منه واوقفه رايح جسمي منه شويه. ولكن مهم جدا اكون مدرك ان اهميه السبلمنت هي كمكملات غذائيه، هي بتساعد قدرت احقق الهدف بتاعي من خلال البروبر نيوتريشن، احط برنامج غذائي متكامل كان بها، ما قدرتش خلاص ادعم بالمكملات الغذائيه كاحد العوامل المساعده في تحقيق التكامل في العناصر الغذائيه. القصه هنا المرتبطه بعد كده بالباتل انرجي او ان انا ابدا اوفر الانرجي الطاقه المناسبه، فهتكلم على الكربوهيدرات. والمرحله دي لما بتكلم على الكربوهيدرات عايز اقول ان لازم اركز على الهول كربوهيدرات، الكومبلكس كربوهيدرات الغنيه بالفايبرز بالالياف، الغنيه بالمينرالز اللي هتبدا تدعم من دخول الفيتامينز والمينرالز خلال تناولها. لازم يكون نوع الكربوهيدرات هنا لو جلايسيميك اندكس، مهم جدا تكون لو جلايسيميك اندكس، دورها في توفير الجلوكوز كاحد العناصر الاساسيه لانتاج الطاقه داخل الجسم لاتمام عمليات الهيلينج. مهم جدا اركز على الهول جرين كومبلكس كربوهيدرات بتتميز باللو جلايسيميك اندكس، خضار الفاكهه الشوفان الكينوا، لازم ادعم بيه البراون رايس، الحاجات اللي تبدا تدخل جسمي المينرالز اللي جسمي ممكن يكون محتاجها في اتمام عمليات الهيلينج في الفتره دي، وتتميز بانها لو جلايسيميك اندكس عشان تحافظ على الامداد بالجلوكوز خلال انتاج الطاقه لاتمام عمليات الهيلينج، بالاضافه انها تبدا تحافظ معايا على العلاقه ما بين الانسولين داخل الجسم، الانسولين والسكر داخل الجسم. مهم جدا ليه؟ الحفاظ على مستويات الانسولين في ستيبل او وضع ثابت داخل جسمي، الانسولين ده اقوى هرمون بنائي داخل الجسم. زي ما بيشتغل الجي اتش في تحفيز او في انتاج الاي جي اف 1 من خلال الليفر، برضه الانسولين دور مهم جدا في تحفيز او انتاج الاي جي اف 1 او الانسولين جروس فاكتور كاحد اهم العوامل البنائيه داخل الجسم عن طريق الليفر. طيب انا ليه بركز هنا وبقول للاعيب بتاعي لو سمحت لازم تبعد تماما على السكريات الهاي جلايسيميك اندكس، لازم نقلل تناول الحلويات البروسيد كربوهيدرات الريفايند جرين، الحاجات اللي ممكن تسرع عندي من عمليات الانسولين سبايك او رفع الانسولين لفترات زمنيه طويله. الموضوع هنا ليه اكتر من شق. الشق الاولاني ان السكريات اللي ممكن تكون هاي جلايسيميك اندكس ترفع عندي الانسولين بصوره مستمره، ده هيتسبب في مرحله من المراحل انه يعمل لي حاجه اسمها صوديوم ريتين، او يزود احتباس الصوديوم، وده هيزود عندي من الووتر ريتينشن وهياثر عليا تاثير سلبي على عمليات الهيلينج داخل الجسم. بالاضافه
ان على المدى الطويل ممكن يتسبب الارتفاعات الانسولين الكتير توصلني للانسولين ريزيستنس اللي في مرحله من المراحل هيبدا يعمل ديبليشن للفيتامين بي وديبليشن للبوتاسيوم، وبالتالي برضه هياثر على تاثير سلبي في عمليات الهيلينج، وبالذات ان هيبدا يقلل لي من فيتامين بي والبوتاسيوم اللي انا في امس الحاجه ليهم خلال عمليات الهيلينج. الجزء الاخير اللي هتكلم عنه النهارده في عمليات ازاي ادعم او اوظف النيوتريشن او العناصر الغذائيه في كل مرحله من مراحل الاصابه واوصل لعمليات هيلينج سليمه، الفيتامينز والمينرالز. لحد وقتنا هذا كل دور كل فيتامين او مينرال مش مفهوم بصوره واضحه، ولكن بناء على الظروف اللي حاصله دلوقتي وان اللعيب بتاعي دخل في تروما ودخل في اصابه ومرورا بمراحل الاصابه كلها، لازم يكون عندي القدره على التدخل بالفيتامينز والمينرالز اللي هي مور بينفيشال زي ما قلنا في الاول، اللي هتكون اكتر تاثيرا او اكتر تحفيزا لعمليات الهيلينج داخل الجسم في المرحله دي. الفيتامينز والمينرالز بتشتغل معاك كو انزايم، ممكن تدخل ترتبط بالانزايم نفسها لتسهيل القيام بوظائفها، ممكن تخش بصوره مباشره كمان في عمليات التمثيل الغذائي. مهم جدا اكون مدرك حاجه زي كده. واهم الفيتامينز اللي بدعم بيها في المرحله دي فيتامين A، وده نتيجه دوره المهم جدا في تقليل الالتهابات في المراحل الاولى من الاصابه، تحفيز الجهاز المناعي، استجاباته للتغلب على البوست انجري اميون سبريشن، ان بعد الاصابه بيبدا يحصل تثبيط للجهاز المناعي في فيتامين A بيبدا يحفز الموضوع ده او يقلل من عمليات الاميون سبريشن في المرحله دي. فيتامين A بيساعد في تكوين الكولاجين، طبعا الجرعات بتاعته التوصيات بتقول 10,000 وحده دوليه يوميا لمده اسبوعين، ولكن برضه ده كله بيتوقف على الفيزيشن اللي مع اللعيب بتاعي اللي انا بتعاون معاه واشوف افضل جرعه مناسبه للعيب في المرحله دي. فيتامين سي في المرحله دي دوره في نشاط الخلايا النيتروفيل والليمفوسايت في بدايه الاصابه، بيساعد بصوره اساسيه جدا في تخليق الكولاجين، بيشتغل كانتي اوكسيدنت، وانتي اوكسيدنت هنا مهم جدا، لازم ادعم بمضادات الاكسده في بدايه حدوث عمليات الاصابه. لازم اكون مدرك ان التروما لما بتحصل وبيحصل الدامج للتيشو نفسها او للانسجه داخل مكان الاصابه سواء في المصل او في غيرها، بيبدا يزيد معايا الاوكسيداتيف ستريس او ضغوط الاكسده اللي بتنتج لي حاجه اسمها الفري راديكلز اللي ممكن تسرع معايا او تزود معايا من السيلر ديستراكشن او تدمير الخلايا. فالدعم او التدعيم بالانتي اوكسيدنت في المرحله دي في غايه الاهميه، زي فيتامين سي كانتي اوكسيدنت الجرعه بتاعته من 1 ل 2 جرام يوميا، ممكن تستمر معايا خلال طول فترات الهيلينج او الثلاث مراحل عمليات الهيلينج. الكبر او النحاس مهم جدا اكون مدرك تماما دوره في تكوين كرات الدم الحمراء ريد بلاد سيلز، وبالتالي هيبدا يزود معايا من عمليه الامداد بالاكسجين داخل الجسم لاتمام عمليات انتاج الطاقه او عمليات توفير الطاقه المناسبه لعمليات الهيلينج او للتغلب على الاثار السلبيه للاصابه. بيساعد فيتامين سي في تكوين الالاستين او ماده الالاستين اللي بتبدا تكون معايا الكونكتيف تيشو، وبالتالي مهم جدا معايا في المرحله دي. الجرعه بتاعته من 2 ل 4 مللي جرام خلال اول اسبوعين او ثلاثه من حدوث الاصابه. الزنك مهم جدا ان اكون مدرك تماما ان هو بيعمل اكتيفيت اوفر 300 انزايم داخل الجسم، دوره في السيل ديفيجن انقسام الخلايا، دوره في البروتين سينسز عمليه تخليل البروتين، بيشتغل معاك كانتي اوكسيدنت، تيشو ريجنريشن تجديد الخلايا، بياكتيفيت وند هيلينج بيزود من عمليات او سرعه عمليات التئام الجروح، بالاضافه ان هو تيست بوستر، والتيست زي ما احنا عارفين دوره في عمليات البناء وعمليات كانابوليك هرمون. الجرعه بتاعته من 15 ل 30 مللي جرام يوميا. حتى هنلاقي ان اغلب الدراجز اللي بتبقى مهمه للبشره او مهمه للجروح لازم يكون فيها كميات عاليه من الزنك. اخر جزء هنشير اليه برضو البياتري هيربس او التوابل والحاجات اللي ممكن ادعم بيها الدايت بتاعي او البرنامج الغذائي بتاعي، وتشتغل في كذا اتجاه، تشتغل معايا كانتي اوكسيدنت، تشتغل معايا كانتي انفلاميشن زي الكركمين زي الجارليك وبما يحتوي من السيلينيوم كانتي اوكسيدنت. مهم جدا ان انا اكون مدرك تماما ان الحاجات دي هتبدا تشتغل معايا كانتي انفلاميشن طبيعيه طبيعيه، ما بتكلمش في دراجز اطلاقا. الموضوع ده زي ما قلنا دور الفيزيشن في بدايه الاصابه، مهم جدا يكون عنده قدره يعمل مانجمنت على الانفلاميشن. طيب اخر حاجه النيوتريشنال بيزكس عشان ابدا حتى لما انزل لعيب لما اللعيب بتاعي ينزل الملعب ابدا ادعم ازاي او راعي ايه
في البرنامج الغذائي بتاعي باهداف معينه عشان احافظ على عمليات الهيلينج واقلل من فرص الرجوع للاصابه مره اخرى. فور ارز، حاجه مهمه جدا لازم نكون واخدين بالنا منها. اول حاجه ريشارج انرجي، لازم اكون مدرك تماما ان مع بدايه نزول اللعيب بتاعي انه يبدا يعمل عمليات تاهيل مع اخصائي الاصابات والتاهيل البدني، لازم اكون مدرك ان في المرحله دي لازم ازود الكالوريز بتاعتي، لازم ارفع من نسبه البروتين بما يتناسب مع المجهود او الفيزيكال اكتيفيتي اللي اللعيب بتاعي هيعمله. الكربوهيدرات في المرحله دي، اذا كنت انا في البدايه بقول لك الكربوهيدرات مش مهم قوي ولكن نوعيتها اهم بالنسبه لي عشان اوفر من خلالها الجلوكوز وابدا احافظ على الدعم بالمينرالز وابدا ادعم الفايبرز وابدا احافظ على العلاقه السليمه بين الانسولين والسكر داخل الجسم. مهم جدا في المرحله دي اكون مدرك ان الكربوهيدرات برضو ما ينفعش تقل عن 40% من توتال البرنامج الغذائي بتاعي وانا شغال مع اللعيب المصاب. بعد ما يبدا ينزل لازم اطلعها تاني ال 50% بما يتناسب مع الفيزيكال اكتيفيتي. حاجه كتير جدا بشوفها بتبقى وحشه قوي بالذات مع اللعيبه اللي بيبقى وزنهم زايد في خلال السيزون. ممنوع يا جماعه منعا تاما ان اشتغل مع الكروس فيتر، لعيبه الكروس فيت، او اشتغل مع الاثليتس بصوره عامه ان انا اشتغل برنامج لو كارب في السيزون. لا، لازم يكون برنامج هاي كارب، يكون الكربوهيدرات فيه ما تقلش عن 50%، توصل في بعض المراحل الى 60 65%. البروتين والفاتس بيتم تحديدهم بناء على نوع الرياضه اللي اللعيب بيلعبها، هل هو بيشتغل رياضه فيها ريزيستنس كتير فيها سترينث كتير فهبدا اعلي البروتين شويه، ولا هو هيشتغل على رياضه فيها انديورنس تحمل زي الماراثون على سبيل المثال فابدا ازود نسبه الدهون على حساب البروتين. وده كله بيتم خلال الموسم التدريبي. في الاوف سيزون ما عنديش اي مشكله اطلاقا لو اللعيب وزنه زايد انك تشتغل معاه باي طريقه تناسبك، اي طريقه مريحه بالنسبه لك في المرحله دي لك مطلق الحريه. تاني حاجه ريبير ماسل تيشو، ريبير ماسل تيشو في المرحله دي عايز اكد على حاجه. فهمك للانرجي سيستم اثناء التدريب ونوع التمرين نفسه واستجابات فيسيولوجيه داخل الجسم هو ايه، ده هيحدد معاك انت هتتدخل بالعناصر الغذائيه ازاي. بمعنى اثناء التدريب جسمك بيعتمد على نظم انتاج الطاقه المختلفه في توفير كميات الطاقه المناسبه للاداء الحركي، وبالتالي لازم اكون فاهم ان الماسل فاتيج او التعب العضلي ليه اسبابه، زي تراكم ايونات الفوسفات، زي تراكم ايونات الهيدروجين، زي عمليات الدبليشن اللي بتحصل للجلوكوز داخل الليفه العضليه. ممكن يحصل عندي خلل في الالكترولايت وده ممكن يسبب الماسل فاتيج، انك تبقى بتمرن ومش قادر، عايز تأدي ومش قادر. طيب مهم جدا افهم ان نتيجه الاحمال التدريبيه بيبدا يحصل حاجه اسمها ماسل دامج او حاجه اسمها الميكرو دامج او ميكرو تيرز بتحصل داخل الماسل نتيجه الاستجابه للمقاومات المعينه اثناء التدريب. ده اللي بيسبب عندي بعد كده اسمه حاجه اسمها ديلايد اونست ماسل سورنس. يبقى في البدايه الماسل فاتيج لو ما قدرتش اتعامل معاها تعامل مثالي من خلال البوست ورك اوت ميل او الوجبات اللي بعد التمرين او الانترا ورك اوت ميل في الفتره اللي بيمارس فيها اللعيب الرياضه، لازم اكون مدرك تماما ان ده هيوصل معايا في مرحله من المراحل هيكتر او هيطول من الديلايد اونست ماسل سورنس الالم العضلي. طيب اسباب الالم العضلي الميكرو دامج اللي بيحصل في الماسل، بالتالي وبالاضافه الى الفري راديكلز او الاوكسيداتيف ستريس ضغوط الاكسده اللي بتحصل اثناء العمليه التدريبيه تبدا تزود من الاحساس بالالم او تزود من الالتهابات في مكان الاصابه. الديلايد اونست ماسل سورنس يعني ممكن من خلال النيوتريشن خلال 48 ساعه الموضوع ده ينتهي، يحصل له عمليات هيلينج. انا بحاول اشبهها اكتر باللي بيحصل في الاصابه، زي ما بيحصل في الاصابه بالظبط، انفلاميشن يليها بعد كده البروليفريشن يليها بعد كده الريموديلنج، نفس القصه بتحصل مع بالذات مع اللعيبه اللي بيمارسوا ريزيستنس تريننج او تدريبات المقاومه بصوره كبيره. وهنا خلي بالكم من حاجه، هنا النيوتريشن او البوست ورك اوت ميل بتفرق كتير جدا مع اللعيب اللي بيهدف الى زياده الماسل. عايز اقول على حاجه ان الهايبرتروف يا جماعه عندنا نوعين، حاجه اسمها المايوفايبر هايبرتروفي وده اللي بيستهدفه الويت ليفترز على سبيل المثال او لعيبه رفع الاثقال او لعيبه الرمي الجله القرص المطرقه الرمح، دول بيستهدفوا السترينث انه يزود القوه، وده احد انواع المايوفايبر هايبرتروفي او زياده الياف الاكتين والمايوسين اللي هتزود عندي السترينث داخل المصري. بستغرب جدا لما الاقي حد ماشي على برنامج لو كارب بيقول لي انا مش بزيد مصر، انت عمرك انت السترينث عندك هيزيد ولكن الحجم عمره ما هيزيد. وده يخليني اقول لك ان عندي نوع ثاني من الماسل هايبرتروفي، حاجه اسمها الساركوبلازميك هايبرتروفي، ده المرتبط
جدا بالسيتوبلازم اللي حوالين الخليه، ده اللي مرتبط جدا بانك لازم تزود الجلايكوجين، لازم تزود الكربوهيدرات الستارش بالتحديد. في المرحله دي بيبدا يزداد مخزون العضله من الجلايكوجين مع كميات الميه المناسبه للتخزين، ببدا ازود الميتوكوندريا، ببدا ازود البروتين داخل السيتوبلازم بتاع الخليه العضليه، وبالتالي بقدر افرق ما بين حاجه اسمها السيركوبلازميك هايبرتروفي وحاجه اسمها المايوفايبر هايبرتروفي. المايوفايبر هايبرتروفي بيهم لعيبه القوه، لعيبه رفع الاثقال، لعيبه الباور ليفتنج، اما السيركوبلازميك هايبرتروفي ده هتلاقي دايما بيركز عليه البادي بيلدرز، لعيبه كمال الاجسام. ده اللي المهم جدا انك تفهمه، انك لو انت ماشي على برنامج لو كارب وبتتمرن ريزيستنس حتى لو مزود البروتين، انت عندك البروتين، العضله مش هتقل، العضله مش هتضعف، القوه هتزيد فيها، ولكن الحجم الشيب اللي انت بتستهدفه مش هيحصل الا مع زياده الكربوهيدرات. اذا الريبير ماسل تيشو مهم جدا تكون فاهم نوع التمرين اللي اللعيب بيتعرض اليه، ايه المراحل بتاعته، قدرت تتغلب على الماسل فاتيج واسبابه، قدرت تتغلب على الديليد اونست ماسل سورنس، عمرك ما هتوصل للماسل دامج، عمرك ما هتوصل للماسل دامج. طيب تالت حاجه ريجينريشن اميون سيستم، وده مهم جدا انك تبدا تاخد بالك من الاستجابات الجهاز المناعي. زي ما قلت لك ان اللي بيحصل في الماسل بعد تدريبات الريزيستنس حاول تشبهه او تقربه للي بيحصل في الاصابه بصوره عامه او نتيجه التروما او ايا كان درجه شده الاصابه في المرحله دي. حاول تفهم ان الاميون سيستم صاحب الدور الاول في الدفاع عن الجسم، لازم تفهم ان في المرحله دي الانتي انفلاميشن او الانتي انفلاماتوري الطبيعيه، الدهون الصحيه توقيتاتها هاخدها امتى، لان مش منطقي ابدا قبل التمرين ادخل دهون، مش منطقي جدا اثناء التمرين ادخل دهون، منطقي ان انا افهم ادخل او نترين تايمينج، ده يفرق معايا جدا في الوصول للهاي بيرفورمانس مع اللعيب بتاعي. ثالث حاجه ريهايدريشن، ودي مهمه جدا في النيرف فانكشن، في الماسل فانكشن، توازن الضغط، توفير الالكترولايت داخل الليفه العضليه، الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم. مهم جدا اكون مدرك تماما ازاي احقق ده من خلال البوست ورك اوت ميل. طبعا الكلام في الموضوع محتاج وقت كبير، ولكن بحاول الخص الموضوع على قد ما اقدر. نموذج لبرنامج للعيب عنده اصابه في تندن وليجمنت انجري، فهيكون موجود معاكم ان شاء الله في الهاند اوت بتاع المحاضره. انا سعيد جدا بوجودي معاكم، اسف على الاطاله، اتمنى اكون قلت حاجه جديده او حاجه مفيده لحضراتكم، وبوجه شكري للدكتور محمود تاني على دعوته الكريمه ليا ان انا اكون متواجد وسط جروب عظيم من ضمن الجروبات المهتمه بتغذيه الرياضيين في مصر.